السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحلقة السابقة توقفنا عند مغادرة هشام المنذاري هو وزوجته وطفلهما للمغرب بعد أن انكشف أمرهما، لكن كتيبة من رجال المخابرات لحقت بهم إلى أوروبا وطاردتهم في كل مكان ما بين باريس وبروكسل وفرانكفورت، وهذه العملية كانت سرية حينها. هذه العملية التي كان يترأسها إدريس البصري الذي كان يحاول أن يقبض على المنداري ويعيده إلى المغرب، ونظرا لحساسية الموقف وإصرار المنداري على الدفاع عن نفسه بوسائله الخاصة التي لا تقل خبثا عن أساليب المخزن، فحاول البصري الاستعانة بالسلطات الفرنسية التي رفضت مباشرة أن تورط نفسها بالموضوع، خصوصا وأن قضية اغتيال بن بركة المشابهة أثارت ضجة إلى يومنا هذا، فالفرنسيون رفضوا إعادة نفس السيناريو كي لا يتورطوا مرة أخرى مع المغرب في عملية اغتيال مفضوحة بتوصية من محاميه. المنداري سينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمطار ميامي، سينزل وسيعبر بجواز سفر مغربي مكتوب عليه مستشار خاص لصاحب الجلالة، وسيدخل حينها محاميه في مفاوضات مع العديد من رجال الدولة: أحمد السنوسي سفير المغرب في الأمم المتحدة، عبد الكريم بناني رجل المهام الصعبة وثاني رجل في الكتابة الخاصة بالقصر، إضافة إلى إدريس بن عمر. ففشلت كل هذه المفاوضات وكل هذه المحاولات ولم يتم الكشف عن تفاصيلها إلى يومنا هذا، وفشل المفاوضات هذا دفع المنداري بالخروج بتصريحات فيها نبرة تهديدية للحسن الثاني بفضحه على جريدة الواشنطن بوست. لكن تورط المنداري بقضية طبع العملة البحرينية ستعجل باعتقاله، حيث تمكن من طبع ما يعادل 350 مليون دولار أمريكي من العملة البحرينية بتواطؤ مع أحد الدبلوماسيين الكونغوليين المقربين من موبوتو، حيث كانت له التراخيص اللازمة لطبع ما يعادل 8 أطنان من ورقة 20 دينار من العملة البحرينية، وأغرقوا بها مكاتب الصرف في عدة مناطق بالعالم. والمنداري كان يقوم بتغيير العملة في مكاتب الصرف بباريس وبيروت في الوقت الذي جاء فيه محمد السادس، حينها خلفا للحسن الثاني كانت قضية المنداري لا زالت على صفيح ساخن من نار. هذه القضية ستثير اهتمام الصحفي جون بيير توكوا الذي سينشر القضية للرأي العام، والمقال الذي سينشره سيشعل الرأي العام. المنداري الذي بدأ في هذه اللحظات يفقد المساندة مع نفاذ مدخراته المادية سيجد السند من علي بوريكات الذي كان محتجزا لمدة 18 سنة في سجون الدولة بتزما مارت، بعد أن اطلع على بعض أسرار الدولة والتاريخ المظلم للعلويين، و إطلاق سراحه كان في أواخر سنة 1992 مقابل 10 ملايين فرنك سيتم دفعها في إحدى الحسابات البنكية في جنيف ليصبح لاجئا بأمريكا سنة 1995. نتكلم هنا عن علي بوريكات، ليس بسبب ما تعرض له أصبح لاجئا، بسبب ما تعرض له في تزمان مارت أصبح لاجئا، ولكن بسبب التهديدات التي يتعرض لها بسبب علمه بأحد الملفات السرية التي ربطت وزير الداخلية الفرنسي حينها مع النظام المغربي. كان المنداري يحاول أن يمنع ترحيله من أمريكا إلى فرنسا لأنه يعلم علم اليقين أن الفرنسيين أكثر قربا من النظام المغربي مقارنة
بأمريكا، لكن محمد السادس لن يدخر جهدا في ربط جميع اتصالاته وتسخير علاقاته للضغط من جميع النواحي ومتابعة الموضوع بشكل شخصي. وبالفعل تم التضييق على هشام المنداري إلى أن قامت واشنطن بترحيله إلى فرنسا سنة 2002، فظن محمد السادس أن الملف انتهى وتم طيه، لكن فرنسا رفضت تسليم المنداري إلى المغرب الذي يبدو أنه له ملفات ساخنة قد تحرق الأخضر واليابس يعني لكل من يقترب منه. فزاد حنق محمد السادس الذي أصبح يخشى من انتشار أكبر للقضية في وسائل الإعلام، وتركت فرنسا قضية المنداري بين يدي القضاء الفرنسي الذي أطلق سراح المنداري. وأنا هنا لن أخوض في الأسباب التي مكنت المنداري في الحصول من الحصول على السراح، حفاظا على نزاهة النقل من الكتاب، لأن الكاتب لم يذكر هذه الأسباب، فأنا فقط أنقل ما جاء في الكتاب. وتمكن المنداري بعد خروجه من استرجاع أمواله التي كانت موجودة في بعض الأرصدة البنكية التي تركها جانبا لدوائر الزمان في أوروبا، وبدأ يعيش حياة البذخ والرفاهية. فتجده تارة يقوم بحجز أجنحة كاملة في أفخم الفنادق ولا يركب إلا السيارات الفاخرة. فعندما تركوه يعيش هذه الحياة، حياة البذخ والتبذير، جاءته رغبة في الانتقام، فظن أنه بإمكانه أن يتحدى النظام المغربي. لكن محمد السادس خلال هذه الفترة لم يكن نائما، كان يتعقبه في كل لحظة عن طريق المخابرات ولم يغفل عنه للحظة واحدة، فهو يشكل تهديدا خطيرا على النظام. فتعرض المنداري لمحاولة اغتيال تحت وابل من الرصاص أطلقه مجهولون، اخترقت إحدى الرصاصات الثلاث جسده، وكانت واحدة قريبة من العمود الفقري ببضع سنتيمترات. ففهم المنداري أن محمد السادس لن يتركه وشأنه إلا إذا أجهز عليه. فشوهد المنداري بعد ذلك في حانات فرنسا وهو متوئك على عكازه ويحاول جمع وتجنيد بعض الأعضاء لحزبه الجديد، حزب سماه المغاربة الأحرار، مستغلا أمواله التي جمعها طوال الفترة التي كان فيها قريبا من النظام. وبدأ في نفس الوقت يقوم بتسريب أخبار للصحافة الإسبانية والجزائرية لجس نبض النظام، لكن المنداري المنشغل بحربه ضد النظام المغربي أهمل عائلته في فلوريدا، وهذا ما لم تغفل عنه المخابرات المغربية التي كانت تتبعه في كل لحظة وحين. اعتبرت هذه الغفلة بمثابة ثغرة في حربها مع المنداري، فتلقفوها وتمكنوا من إقناع حياة الفيلالي زوجة المنداري بالعودة إلى المغرب هي وطفلها. ومباشرة بعد عودتها إلى المغرب نظموا لها خرجات إعلامية، فقامت بالخروج بتصريحات كاملة في مصلحة النظام وضدا في زوجها عن طريق منابر إعلامية قريبة من القصر الملكي. فلم يتأخر هشام المنداري في الرد، حيث توجه إلى الصحافة الجزائرية مباشرة التي كانت سعيدة بالمعلومات الحصرية التي كانت ستنشرها، حيث سيعلن المنداري لأول مرة أنه ابن الحسن الثاني من صلبه من فريد الشرقاوي وأخ لمحمد السادس، وتحدى القصر بأنه بإمكانه أن يثبت ذلك عن طريق اختبار الـ ADN أو DNA، وهذا غباء المخزن الذي لا يريد تغيير سلوكه إلى يومنا هذا وأسلوبه القديم. فكيف لك أن تهاجم شخصا إعلاميا وهذا الشخص بحوزته حقائق تعري على العائلة الملكية فرضا يعني أنا أتخيل المنداري لو وقع له ما وقع في زمن
اليوتيوب والفيسبوك والانستغرام وأنشأ حسابا وبدأ يخرج بتصريحات دون الحاجة إلى منابر إعلامية لا جزائرية ولا فرنسية ولا غيرها. فلن نسمع بعد ذلك كلمات عاش الملك من طرف المخدوعين. هذه الخرجة ستفقد محمد السادس السيطرة على نفسه ولن يجد المخزن ردا، وسيخرج عثمان بن جلون رئيس مجموعة الأبناك المغربية حينها باتهامه للمنداري على أنه يقوم بابتزازه، لأن المنداري بدأ في كشف ملفاته هو أيضا، فسيقوم بن جلون برفع دعوى قضائية ضده. فصرح المنداري أن هذا الرجل عثمان بن جلون يغتني تحت حماية القصر الملكي، حتى أنهم كانوا يطلقون عليه بنكي الملك من خلال التحويلات البنكية الغريبة والمشبوهة التي كان يقوم بها دائما، وخاصة في مجال الأسلحة، معتمدا في ذلك على علاقته مع أمريكا وأوروبا. وقال أن المنداري قام بتهديده بوثائق كانت بحوزته، وقال له بصريح العبارة: أتمنى أن يكون قلبك قويا بما يكفي للتحمل عندما تعلم بالآتي. هذا المنداري يتكلم ويوجه كلامه لبن جلون، وهذا ما صرح به عثمان بن جلون للقضاء الفرنسي، وقال أنه سبق وجمعه لقاء بالمنداري في إحدى المطاعم البارزية. هذا اللقاء الذي سلم فيه بن جلون 230,000 أورو في حقيبة نقدا للمنداري الذي كان محاطا بحراسه الشخصيين المسلحين، وفي اليوم الموالي أخذه معه إلى جنيف في طائرة خاصة ليسلمه نقدا 2 مليون يورو. وبالنسبة للناس الذين سيتعجبون من هذه المبالغ، لا تنسوا أن بن جلون متورط في صفقات سلاح، وما أدراك ما السلاح. وأسبوع بعد ذلك المنداري سيكون بانتظار بن جلون لتسليمه مبلغا إضافيا قدره 2 مليون يورو. لكن لم يكن المنداري يعلم أن نيكولا ساركوزي شخصيا، والذي كان في وقتها وزيرا للداخلية، كان منتظرا كي يتم ضبطه للمنداري متلبسا ليعود مرة أخرى للسجن. فوجدت الشرطة الفرنسية حين ضبطه بسيارته سلاحا غير مرخص، إضافة إلى مبلغ 1,300,000 يورو. بعد ذلك سيتم إطلاق سراح المنداري في يناير 2004 سراحا مؤقتا، وسيتوجه إلى إسبانيا عبر السيارة ضاربا عرض الحائط قرار منعه من الخروج من الحدود الفرنسية، لكن سيتم توقيفه بالطريق السيار بسبب الإفراط في السرعة. فحاول حينها يعني عند توقيف الشرطة أن ينتحل شخصية الأمير هشام العلوي، وسيتم رغم ذلك إعادته للسجن مرة أخرى. لن يخرج قبل 15 يونيو 2004. في هذه المرحلة لم يبقى لهشام المنداري سوى 20 يوما ليعيشها، حيث كان قدره ينتظره بمرفأ للسيارات ببلدة صغيرة جنوب إسبانيا. كان يرتدي تحت ملابسه قميصا واقي ضد الرصاص، كان متعودا على ارتدائه. المنداري تم تفتيشه من طرف قاتله الذي كان يبحث عن علبة سوداء التي كان يخفيها هشام تحت كرسي سيارته، والتي كان يخفي بداخلها مفتاحا صغيرا. فالحرس الإسباني وجد المفتاح يعني بعد عملية الاغتيال، لكنه لم يفهم لغز هذا المفتاح أو لماذا يصلح هذا المفتاح. ومن خلال تحقيقاتهم قالوا أنهم جمعوا شهادات من الساكنة المحيطة بالمنطقة، قالوا بأنه كانت هناك مشادات بين 3 عرب. وبعد أن سمعوا صوت إطلاق الرصاص فر الجميع من المرأب، يعني جميع الرجال الذين كانت بينهم مشادة، وركبوا سيارة كبيرة. وما أكدته التحقيقات أن القاتل يعرف المكان جيدا، وتوصلت الشرطة الإسبانية في النهاية إلى القاتل
الذي قالوا أنه كان فرنسيا من أصول جزائرية، كان يساعد المنداري في الحصول على وثائق مزورة، وحصل منه على هاتف محمول. هذا الرجل الذي حسب قولهم تحول من مجرد لص إلى بائع أسرار، حيث جندته المخابرات المقرة لقربه من المنداري. لكنه رغم موت المنداري لن يرتاح النظام المغربي منه، ففي يناير سنة 2005 سيظهر وجه المنداري مرة أخرى بشكل حصري على الصفحة الأولى لأحدى الجرائد الأسبوعية، والكلام فيها عن فيديو قام المنداري بتسجيله سنة 1999، فيه كلام موجه للحسن الثاني، وأن الفيديو بحوزة ريتشارد أشنوف محامي المنداري بأمريكا، وتم وضع الفيديو في المزاد العلني ابتداء من ما قيمته 300,000 دولار. وقال المحامي أنه كان يريد تغطية مصاريف من خلال بيع هذا الفيديو، تغطية مصاريف قضية المنداري عندما كان في أمريكا والتي وصلت إلى 600,000 دولار حسب تصريحه. وقال أيضا بأن أنه بحوزته ملفات تخص الحسن الثاني بها قضايا إذا انفجرت في المغرب ستقلبه رأسا على عقب، وموضوعها هي علاقات تجارية كانت تربط الحسن الثاني بأنظمة ديكتاتورية إفريقية، وعلاقات مع مخابرات وحركات سرية غريبة، وفضائح سياسيين قريبين من جاك شيراك وأعضاء بالكونغرس الأمريكي. وعرضت الجريدة جزءا من التسجيل يقول فيه المنداري بالحرف: إذا وصل التسجيل إلى أي شخص أو إلى إحدى وسائل الإعلام إذا فقد حل بي مكروه الآن. وبقيت الأمور في هذا الحدود، حيث لم يتم نشر بقية الشريط الذي كانت مدته حوالي 70 دقيقة. بعد ذلك سينسق المغرب مع فرنسا وإسبانيا ليخرجوا لنا باسم قاتل جديد للمنداري، وهو حميد بوهادي. وقالوا لنا أنه يعرف المنداري منذ سنة 1997، وأن سبب قتله للمنداري هو سبب انتقامي بالدرجة الأولى، لأنه هو والمنداري كانوا يتواطؤون للنصب على مليارديرات خليجيين. هنا نرى أن النظام المغربي بتواطؤ مع الإسباني والفرنسي يحاول أن يبعد الشبهة عنه، بالرغم من أن حميد بوهادي خرج بتصريحات أنه لا علاقة له بمقتل المنداري، إلا أنه لم يسمع منه أحد. فظن محمد السادس مرة أخرى أن الجميع نسي القضية والموضوع، وطويت حتى خرج لنا باتريك باتوندييه سنة 2008، وهو محقق خاص يعمل أيضا مع المخابرات الفرنسية ليعيد الحديث حول المنداري الذي هو كان ولا يزال العدو رقم واحد للنظام المغربي ولمحمد السادس إلى الساحة الإعلامية. يقول هذا الرجل، ركزوا معي في الكلام باش نفهموا هادشي فين غادي، أن المخابرات الفرنسية كلفته بمهمة قيل له أنها جد حساسة، فكلفوه بمراقبة ابن أحد المقاولين الذي كان خائفا على ابنه. الابن ديالو أخبره بأنه على علاقة بفتاة من أصول مغربية، أخبرته أنها كانت على علاقة سابقة مع شخص اسمه هشام المنداري، وأن اسمها حياة، ونحن نعرف أن زوجته اسمها حياة. وقال المحقق أن تاريخ ازدياد هذه الفتاة مطابق لتاريخ ازدياد أرملة المنداري اللي هي حياة، يعني عندهم نفس تاريخ الازدياد ونفس الاسم، و يعني كانت على علاقة مع رجل آخر. يعني من الأب ديال هذا الرجل سمع بأن ابنه على علاقة بامرأة كانت على علاقة بالمنداري الذي كانت قضيته معروفة، فجند أحد رجال المخابرات الخاصين لمراقبة ابنه حماية له.
حياة الفيلالي يعني كانت لها أوراق إقامة بفرنسا، ويقول المحقق أنها حصلت عليها بطلب من المخابرات المغربية. هذه الفتاة يعني التي يطابق اسمها اسم حياة اسم زوجة هشام المنداري وتاريخ ازديادها تاريخ ازدياد زوجة المنداري، توسطت لها المخابرات المغربية للحصول على الإقامة بفرنسا. يعني كانت هذه المرأة آخر شخص حسب المحقق دائما تكلم مع هشام المنداري هاتفيا قبل وفاته، ومنه استنتج المحقق أن اغتيال المنداري له علاقة مباشرة بالمخابرات المغربية، وأن الفتاة تم تجنيدها للإيقاع بالمنداري. فهل تشابه الأسماء والسن بين الفتاتين يعني أن هذه المرأة التي يتحدثون عنها هي نفسها زوجة المنداري، خصوصا وأن المحقق أخبرنا أنها حصلت على الأوراق ديال الإقامة الفرنسية بطلب من المخابرات المغربية أي المخزن؟ أنا أعلم أن هذه القضية بها المزيد من الحقائق والمزيد من العجائب، لكن اكتفيت بنقل رأي صاحب الكتاب علي عمار كما هو دون زيادة أو نقصان أو حتى الإدلاء برأيي أو بمعلومات إضافية استقيتها من مصادر أخرى. يعني هذا كان رأي الكاتب الصحفي أو الكاتب صاحب الكتاب. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله. ممكن أن نعود لهذه القضية إذا كانت فيها يعني أمور أخرى مستجدة أو حقائق كانت مخفية فظهرت، إلا ما كانت شي حقائق أخرى فلا داعي للعودة لهذا الموضوع. ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم.